تسمحين للطفل الداخلي انه يتخذ اي قرار خطا في هذه اللحظه. كويس انه انت واعيه انه عندك مشكله تعلق، فمعناها هذا الطفل الداخلي هو اللي يقفز، هو اللي يبحث عن الحب او يبحث عن الاهتمام. فانت فكري، طفلي الداخلي هذا اللي جواتي ماذا يريد من هذا الرجل؟ طفلي الداخلي اللي جواتي ماذا يريد من هذا الرجل؟ انا وش طفلي وش يبغى؟ ليش متعلق هذا الرجل؟ هل هو يبغى حب؟ هل هو يبغى اهتمام؟ هل هو يبغى فلوس؟ هل هو يبغى طبطبة؟ اي من هذه الاحتياجات انت مطلوب منك انك تلبينها لطفلك الداخلي. طفلك الداخلي يبغى شنطة شانيل، الله يخليك، شدي حيلك، اشتغلي، توظفي، ابذلي جهدك، ابذلي جهدك على الاقل تكسبين شرف المحاولة، ابذلي جهدك انك تشتغلين وتجيبين شنطة الشانيل. لا تخلين الطفل الداخلي يسوي أزمة حياة عشان شنطة الشانيل، وتدمرين جسدك المشاعري عشان شنطة الشانيل، وبعدها يتدمر الجسد الفكري عشان شنطة الشانيل، وبعدها تتدمرين ماديا وممكن تمرضين عشان شنطة الشانيل. ما تسوى، والله ما تسوى، والله ما تسوى. أروح وأشتغل وأتوظف إن شاء الله سنة كاملة عشان أجيب هالشنطة وأخلص القصة. ما تسوى، ما تسوى. روحك تستحق حياة طيبة، ما تسوى. فأنت لازم تنتبهين لهذا الطفل، شو يبغى؟ شو يبغى هذا الطفل؟ يبغى فلوس؟ أنا بجيب له فلوس. يبغى يأكل؟ أنا بجيب له الأكل. يبغى حب وحنان؟ أنا بعطيه الحب والحنان. ما يحتاج إن كل مرة يقفز عند كل رجل ويشحت. فحان الوقت إنك أنت تفهمين الرسالة وإنك أنت تخلصين هذه الاحتياجات بنفسك. بس احيانا ما يقدر يصنعها الشخص بنفسه. لا يقدر، يقدر، ما في شيء سميت. هو يقدر يعطيني بس انا ما اقدر اعطي نفسي. شلون هو يقدر يعطيني؟ شلون هو عنده فلوس، اوكي، من وين جاب الفلوس؟ راح واشتغل، اوكي انا اشتغل. هو يعرف يضم، انا اعرف اضم. وش عنده هو؟ وش عنده؟ وش ناقصك انت؟ وش ناقص عاقل ابذلي جهد؟ هذه الفكره. احتاج سنتين بس في الاخير اوصل البي احتياجاتي بنفسي،